أما إذا انطلقنا إلى ثمرات بر الوالدين في الآخرة، فمن أهم هذه الثمرات أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، يعني رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين لا سيما الأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح، وربما أتت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الكثير من الآباء أو الأمهات لبعض الأبناء: السخط أو الرضا، يعني أن الرضا رضا الله سبحانه وتعالى، والسخط وسخط الله سبحانه وتعالى. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وأيضا أن البر من أهم الطرق الموصلة إلى الجنة. روى الإمام النسائي في السنن بسند صحيح أن رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فإن الجنة تحت رجليها. ده الحديث الصحيح بالنسبة لأن الجنة، أن بعض الناس يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات، يقول لك قال صلى الله عليه وسلم. لا، هو ليس الجنة تحت أقدام الأمهات ليس بحديث يعني، وإنما الحديث في هذا الأمر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام النسائي كما قلنا في السنن بسند صحيح: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.